وينضم إلينا من تونس الناطق باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سمير الرابحي. سيد سمير، الآن وقد ضبطت هذه القائمة بشكل نهائي، يبدو لي أن السؤال يجدر طرحه من جديد، على أي أساس تم ضبط هذه القائمة؟ وما الضمانة في أن تكون الآلية المعتمدة قد التزمت فعلا الأمانة والشفافية في نفس الوقت؟ أولا سيدي الكريم، أريد أن أوضح أن القائمة لم تضبط بشكل نهائي، وإنما هناك سعي لضبط قائمة نهائية فيها حد أقصى من الشفافية وابتعاد أكثر ما يمكن عن ظلم الأشخاص. إذ تمت الدعوة الملحة للجهات الرسمية أن تمد الهيئة بالقائمات الأصلية التي تحتوي على أسماء المناشدين مرفوقة بأسماء بطاقة هويتهم وبإمضاءاتهم الشخصية، ولكن فوجئنا بأن السلطة الرسمية مدتنا فقط بقائمات تهم وزارة الخارجية دون عن بقية الوزارات، وولاية زغوان دون عن بقية الولايات أو المحافظات كما تسمى في الشرق، وشعب معتمدية حمام سوسة دون عن بقية هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. إذن القائمة لم تضبط بشكل نهائي، وما زلنا في انتظار أن تتحمل السلطة الرسمية من رئاسة مؤقتة ومن حكومة مؤقتة مسؤولياتها الكاملة والتاريخية تجاه الشعب التونسي. هل يعني أنه ليست هناك جدية في التعامل مع هذا الموضوع؟ لا أريد أن أقيم بشكل أخلاقي، ولكن كل أريد أن أقيم من خلال النتائج. هناك نداء واضح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حتى تمد الجهات الرسمية هذه الهيئة بكل القائمات وكل المعطيات الرسمية التي بحوزتها والتي نتوقع أنها بحوزتها لنظم قائمة نهائية في المناشدين تعتمدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضبط المترشحين والممنوعين من الترشح للمجلس الوطني التأسيسي. ولكن على ما يبدو ليس هناك حد من الجدية الكافية في التعامل مع هذا الملف. لماذا؟ القائمات التي وردت علينا، لماذا سيد سمير غياب هذه الجدية؟ لماذا؟ أعتقد أن السؤال يجب أن يطرح على الحكومة المؤقتة وعلى رئاسة الجمهورية وعلى المتصرف القضائي القائم على مقر المركزي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، ليس على الهيئة. كل ما في وسعنا أن نفعله قمنا به، ونطلب من الجهات الرسمية أن تتحمل المسؤولية في مدنا بالقائمات، فليس هناك من داع منطقي يمنع هذه الجهات الرسمية التي مدتنا بقائمات تهم موظفي وزارة الخارجية أن تمدنا بكل القائمات التي تهم بقية موظفي بقية الوزارات وإطارات هذه الوزارات. ليس هناك من داع أن تمدنا بالمناشدين الذين ناشدوا انطلاقا من محافظة زغوان أن تمدنا ببقية المناشدين في بقية المحافظات. ليس هناك من داع أن تمدنا بإطارات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بجهة حمام سوسة، وأن لا تمدنا ببقية القائمات التي تهم الجهات الأخرى. إذن السؤال يجب أن يطرح على الجهات الرسمية. نحن بانتظار إجابة جدية وواضحة ومتعاونة فعلا مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، إذ أن هذا الملف لابد أن يسوى قبل أن يفتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. سيد سمير، وضحت الفكرة تماما، شكرا لك سمير الرابحي، إذن الناطق باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من تونس.